حركة 20 فبراير رغم مرور 4 سنوات على التأسيس ديالها ورغم كل ما يمكن أن يقال عن الحركة من خفوت أو تقدم أو موت أو هذا، ولكن بالتأكيد أن الأثر ديال حركة 20 فبراير مازال، والأثر ديال الحركة والظل ديال الحركة والمطالب ديال الحركة والشعارات ديال الحركة كلها مازالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي وستظل تلقي بظلالها على المشهد السياسي يبدو المدة أطول من هاد 4 سنوات. سي عمر، شنو كنتو كتنتظروا من حركة 20 فبراير؟ كنا ننتظر من حركة 20 فبراير أن تسير بالحركة النضالية المجتمعية في المغرب إلى الأمام تحقيقا لشعارات الحرية والكرامة والعدالة ومحاربة الفساد والاستبداد. واش بالنسبة لكم الحركة حققت هذه الانتظارات حتى تنسحبون منها؟ بالتأكيد الحركة لم تحقق كل هذه الانتظارات وبنفس الدرجة التي كانت مطلوبة في الأول، وهذا داخل الاعتبارات كثيرة منها المحلي ومنها الإقليمي ومنها الدولي ومنها الذاتي ومنها الموضوعي، ولكن بالتأكيد ستبقى حركة 20 فبراير نموذجا نضاليا وضميرا مجتمعيا كما قلت ستلقي بظلالها على المستقبل السياسي للمغرب.